الذهب أحد أهم المعادن التي من شأنها ترفع اقتصاد البلد وتتعامل به مع بلد آخر، إلا أنه يعيش أسوأ أوضاعه التي تمر عليه منذ أكثر من عام كامل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، مما ينعكس سلبا على إقبال المواطنين للشراء. والله وين نواجه مشاكل بقضية الذهب. أولا عزوف الناس عن الشراء، ماكو شراء، يعني بس الناس بس تبيع، تجي الناس بس تبيع لنا، الشراء ماكو، لأنه المثقال وصل ما يقارب 400,000، الناس ما عاد 400 كل شهور، فمرات أنه بس شراء قاعدين وهتشوف السوق فارغ. سبب الدولار، الدولار صعد المثقال ما يقارب بالسبعين 75,000، وهو يعني هم العالم مثل ما نقول الأونسة هي الأوقية أساسا صاعدة، وجد دولار فوقها فانتهت. يعني هسه هذا الذهب العملة هاي ثمينة تطلع خارج البلاد قاعد تنباع في سبيل يجيبون دولار. مواطنون أكدوا لنا أن عزوفهم عن شراء الذهب يعود لارتفاع قيمة المثقال، ليس فقط على مستوى سوق الذهب، وإنما على جميع لوازم البيت أو البضائع الأخرى التي ازداد سعرها بالوقت الذي يعيش المواطن بصورة صعبة. بالنسبة لأسعار الذهب يعني بهذا السوق مالتنا هسه حاليا أو هاي السنة كلش ارتفعت، يعني الأسعار هسه مو مقاربة للعام أو العام السابق أو الأعوام اللي راحت، بس يعني أثر علينا ارتفاع بالأسعار الذهب مو مثل مقابل في السنوات اللي راحت، يعني لا نقدر نشتري لا نقدر نبيع لا نقدر أوراوس ذهب ألا نطي فرق مقابل، يعني في شب أساني شاب لا أقدر أتزوج لا أقدر أوفر لي مبلغ من المال، لأن شنو السبب؟ أنه الذهب صعد ارتفاع لأعلى الدرجات. ارتفاع الذهب والسلع الأخرى أثقل كاهل المواطن الذي يعاني منذ سنوات عديدة مصيبة تلو أخرى وعلى جوانب مختلفة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.